واحد بيقول ما هي غاية خلق الله لنا؟ الله من جوده ومن كرمه سمح أن نوجد، وما كنا موجودين لولا كرمه وجوده ومحبته، وهو غير محتاج لينا، لكن احنا اللي محتاجين ليه. فكون انه يخلقنا ده كرم منه ومحبة منه. وطبعا لو ما كانش خلقنا ما كناش هنتمتع بيكو بوجودكو، دي بركة كبيرة يعني. ده بالذات صاحب السؤال يعني، احنا خدنا بركة كبيرة من ربنا خلقه.